نظمت القوات المسلحة حفل انضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكلية العسكرية من الدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات. أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا على سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد. قسم يتردد داخل نفوس المصريين جميعا، فكل عام تسري داخل شرايين جيشنا الباسل دماء مصرية جديدة من نبت شعب أصيل ليصبحوا حراس الوطن. عشتي يا مصر وعاشوا حراس الوطن، جيل بعد جيل وشراعنا يكسر أي ريق، وده من بداية الدنيا والآخر الزمن. تعلم يا أم الدنيا والآداب صحيح، عشتي يا مصر وعاشوا حراس الوطن، جيل بعد جيل وشراعنا يكسر أي ريق، وده من بداية الدنيا والآخر الزمن. تعلم يا أم الدنيا والآداب صحيح، تعلم يا أم الدنيا والآداب صحيح. نظمت القوات المسلحة حفل انضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات، حيث بدأ الاحتفال بعرض للموسيقات العسكرية واستعراض حرس الشرف أعقبه اصطفاف الطلبة الجدد بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم في الاحتفال باستقبالهم بعرض الفروسية والكفاءة البدنية والعرض العسكري لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية. وردد الطلبة الجدد قسم الولاء. بلادي بلادي التاريخ والأمل وموطن شروق الشموس الأمية، بلادي مصانع لصنع الرجال تقف لهم كل الأمم بالتحية. وألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا أن اختيارهم تم بكل شفافية وحيادية وبناء على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية، مشيرا إلى أنهم صفوة وخيرة شباب مصر. وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء للعسكرية المصرية العريقة. كان حلمي من وأنا صغير أن أكون يعني جندي من جنود الجيش المصري، والحمد لله حققته، إن شاء الله أقدر أعمل حاجة لمصر في المستقبل إن شاء الله. والله بدأ من أول ابتدائي، بدأت أشوف الكليات العسكرية ديت يعني حلم وشرف لأي حد يلتحق به. الحمد لله انا حققت حلمي ودخلت الكليه الفنيه العسكريه. كان نفسي اخش الكليه الحربيه وابقى ضابط في القوات المسلحه، فبصراحه فرحت جدا والحمد لله والله. الفخر والشرف طبعا الالتحاق بالمؤسسه العسكريه المصريه، ونيل شرف الانضمام للقوات المسلحه واني اخدم بلدي بشكل افضل لما اكون ضابط وطبيب في نفس الوقت. احساس عظيم طبعا وفرحه كبيره جدا باني تم قبولي في المؤسسه العسكريه، يعني احساس بالشرف عظيم جدا فعلا ان حابه في مكان فيه ابطال، وان شاء الله هكون احد الابطال دي وهشرف مصر باذن الله. مفيش احلى من ان انت تبقى بتحقق حاجه انت بتحلم بيها من وانت صغير. حلمي هو اصلا ده كان هدفي من وانا في تانية ابتدائي ان انا ابقى ضابط في القوات المسلحه، وشعور عمر الواحد يعني ما كان حاسه قبل كده، يعني ليها شعور تاني وليها احساس تاني خالص مختلف عن اي حاجه. طبعا الواحد يتشرف ان هو يبقى في مكان زي ده. واعرب اهالي الطلبه المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانضمام ذويهم للقوات المسلحة. والله يا الإحساس ما توصفش دلوقتي خالص، يعني إحساس عمري ما حسيته قبل كده. إحساس ما توصفش،
لأن الكلية الحربية والكلية العسكرية والكليات العسكرية كلها بصفة عامة أو الجيش المصري شرف عظيم. الوطن ده شيء غالي جدا علينا جدا، تراب الوطن ده غالي جدا. عندي ولدين وبإذن الله بإذن الله الولدين هيبقوا فدا الوطن برضه وفدا ترابه. طبعا إحساسي لما محمد يعني تم التحاقه بالكلية العسكرية حاجة يعني ما اقدرش اوصفها لك، حاجه جميله جدا. وبعدين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الوطن اغلى من اي شيء، احب البلاد اليني. والله شعور اول مره احسه، وبقيت في عمال اعيط في ذهول بفرحه، حاجه اول مره في حياتي احسها. الحمد لله ربنا يكرمه ويوفقه ويكون فداء لبلده وفداء لوطنه، يكون قد المسؤوليه يتحمل المسؤوليه. اوصي بلدك كده عرضك وكل حاجه، يعني احنا دي بلدنا. طبعا احنا الحمد لله كاسره قدمنا 2 او طالب مقاتل في الكليه الحربيه، وانا جندي في القوات المسلحه بقضي الخدمه العسكريه، فطبعا ده شرف لينا، شرف كبير نفتخر ونحتز به يعني. ودايما الجيش المصري حمى ودرع للبلد وللوطن باذن الله. وفرحانة جدا جدا ان هو دي حاجة برضو تشرفنا، وان هو ربنا يقويه يا رب وكده ويكون قد المسؤولية. انا بقول له خلي بالك من نفسك وتخلي بالك من بلدك اهم حاجة. اعظم شيء ان انا احس ان ابني بيخدم في بلد ويبقى ضابط من ضباط الجيش في البلد، دي حاجة يعني اعظم امنية كنت اتمناها في حياتي. والله العظيم احنا جينا في اشرف مكان في الكرة الارضية، اشرف مؤسسه. طبعا زي ما كان شرف ليا قبل كده ان انا انضم لصفوف القوات المسلحه، وهيفضل شرف شرف لاخويا النهارده انه يكمل المسيره ان شاء الله، وهيفضل شرف لاي حد مدى العمر يعني، لان ما فيش رساله اشرف من اللي احنا بنعمله او القوات المسلحه بتقدمه فعلا في حمايه مصر وحمايه يعني اولاد مصر كلهم.